أعلنت يوبيسوفت قبل أيام عن وجود 5 عناوين ستصدر بين 2020 و2021، 3 من أصل 5 عناوين تم الإعلان عنها والمتبقي هما 2، يتوقع أن يكون أجزاء جديدة من سلسلة Far Cry و Assassin's Creed كما أسلفنا في خبر سابق. لكن ماذا عن مشروع لعبة أفاتار؟ الشركة أعلنت عن لعبة أفاتار قبل أعوام، ولكنها لم تشارك اللاعبين أبداً بأي معلومات جديدة حول هذا المشروع. كل ما نعرفه عن اللعبة هو أنها من تطوير استوديو ماسيف التابع للشركة، والذي طور لنا سلسلة ألعاب The Division. ولكن في العام الماضي سأل أحد اللاعبين مطوري اللعبة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وكان جوابهم أنها ما زالت تحت التطوير، وكان هذا السؤال بعدما اعتقد البعض أن اللعبة قد ألغيت. لكن أحد محرري موقع كوميك بوك يتوقع أن يتم إطلاق اللعبة في فترة إطلاق الجزء الثاني من الفيلم، والذي سيوافق شهر ديسمبر من عام 2021. كما يقول أن مشروع اللعبة المعلن عنه في عام 2017 هو ورقة رابحة للشركة بجانب لعبة Beyond Good and Evil 2، والتي هي الأخرى ما زالت لم تحصل بعد على موعد إطلاق رسمي أو محدد. لعبة أفاتار ستكون مشروعاً كبيراً ولن تكون تابعة للعبة التي تحمل الاسم نفسه، والمطورة أيضاً من قبل يوبيسوفت الصادرة في عام 2009، بل ستكون قريبة جداً من أحداث الفيلم وعميقة أكثر من حيث القصة وأسلوب اللعب.